اخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. بتعرف حضرتك؟ انا المهندس درويش احمد حسنين، الرئيس التنفيذي الشركه السعوديه المصريه للتعمير، النائب الاول رئيس اتحاد المقاولين العرب. اهلا بيك يا فندم. كنا حابين نعرف الهدف من المؤتمر النهارده ايه؟ شوف، احنا نتكلم الاول على زيارة خادم الحرمين الشريفين ومدى اهميتها، وبعدين ده حاجة منبثقة على هذه الزيارة المهمة جدا جدا. الحقيقة زيارة خادم الحرمين الشريفين تحمل اهمية كبيرة جدا، كونها ان هي اول زيارة لي بعد ان تولى الحكم، الى جانب انه من شهور قليلة اعلن خادم الحرمين الشريفين عن استثمارات سعودية جديدة في مصر ب 30 مليار ريال سعودي، إلى جانب توفير الاحتياجات البترولية المستوردة لمصر خلال السنوات الخمس القادمة. امبارح بعد الاجتماعات وتوقيع العديد من الاتفاقيات، كان في حاجة جميلة جدا تم الاتفاق عليها امبارح، هو إنشاء جسر خادم الحرمين الشريفين يربط بين مصر والسعودية. والحقيقة هذا الجسر على المستوى الاستراتيجي هو بيربط بين قارات آسيا وأفريقيا، لكن هذا الجسر هيزيد من حجم التبادل التجاري والعلاقات الوثيقة بين الشعبين، وهيساعد على تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. الجسر ده يحمل معاني هائلة جدا في جميع الاتجاهات. إن شاء الله يبدأ سريعا وإن شاء الله ينتهي سريعا بإذن الله. فيما يتعلق بالشركة المصرية السعودية، هل في استثمارات جديدة هتضخ فيها الفترة اللي جاية إن شاء الله، أو مشاريع جديدة؟ المصرية مملوكة للحكومتين المصرية بالمناصفة، واحنا زودنا راس مال اول السنه بدايه 2015 243 مليون دولار، نصهم الدفع نقدي من الحكومه السعوديه ونص على هيئه اراضي هي قيمه حصه عنيه للحكومه المصريه. وبنتطلع ومتابعين المشروعات العملاقه اللي موجوده دلوقتي في السوق، واذا لقينا ان في حاجه تناسبنا وفي نيه المشاركه عليها في مجال الاستثمار العقاري والسياحي، اهلا وسهلا بمزيد من الاستثمارات المشتركه بين الحكومتين المصريه والسعوديه. في مشروعات هل شغالين فيها دلوقتي مشتركه بين مصر والسعوديه في الوقت الحالي؟ كل مشاريعنا مشتركه كلها. طبعا طبعا، في ثلاث مشاريع نبتدي مشاريع اراضي زياده راس المجال العقاري والسياحي. البيئه الحاليه بيئه مبشره، لانه الحكومه واخده توجه عالي جدا عنوانه تسهيل الاجراءات امام المستثمرين، وربنا يسهل ان شاء الله تبقى الايام اللي جايه كويسه.